لعلنا قبل الفاصل بقليل حضرتك اشرت انه مساله سجود السهو فيها تفاصيل كثيره، فاذا اردت حضرتك حتى يعني نطوف حول اهمها وان كان من ضروره نستكملها في مرات اخرى لاحقه يعني. لكنه يعني انا بسال حضرتك لانه ده يكاد يكون برضو ملمح من ملامح حياه كثير من المسلمين. صحيح. في صلاتهم، تعلم انه شواغل الدنيا زادت ويعني ما يحدث في نفوس المصلي. صحيح. امور كثيره يعني. هو في البدايه انا عايز اقول حاجه، انه المصلي واجب عليه انه عندما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للصلاه واجب. نعم. عليه ان يستحضر عظمه الله سبحانه وتعالى. نعم. وان يصلي صلاه مودع ويظن في نفسه ان هذا هو اخر لقاء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. كذلك يخفف عن نفسه شواغل الدنيا قبل ان يقف بين يدي. نعم. الله للصلاه. ولذلك مثلا اذا حضر العشاء والعشاء نقدم ايه؟ نقدم العشاء. وليه نقدم؟ ليه بنقدم العشاء؟ هل لاننا نحب الدنيا؟ ابدا. لان احنا عايزين يعني نخرج من شواغل القلب ومن شواغل الدنيا اثناء الصلاه. لو واحد جوعان او تتوق نفسه الى طعام او الى ذلك ولكن قدم الصلاه على هذا الطعام، اللي هيحصل ايه؟ انه سينشغل ويفكر في الطعام او يسرع في الصلاه حتى يدرك الطعام. ولذلك لا، اخر حاجه هي دايما الحاجه اللي احنا عايزين نعملها واحنا مرتاحين. فاحنا عايزين نرتاح بالصلاه زي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ارحنا بها يا بلال، وليس ارحنا منها يا بلال. في فرق بين التعبيرين. ارحنا بها يعني احنا عايزين نرتاح بالصلاه، انما ارحنا منها يعني هي عبء كبير قوي واحنا عايزين نخلص منه بقى، وبعدين بعد كده نقعد ببال رايق بقى نعمل حاجات تانية. طب ازاي يا دكتور برضو تبقى علامه الاستفهام دي برضو صعبة الاجابه عليها او يعني تطبيقها بشكل واقعي صعب؟ هل مطلوب من المصلي انه مثلا يتدبر في كل كلمه يقولها لكي يخرج من حاله الوساوس هذه؟ يعني مثلا هو يقول الحمد لله رب العالمين، يتذكر مساله الحمد لله وان الله رب العالمين الرحمن الرحيم، تذكر رحمة الله وهكذا. نعم. والله أنا شايف أن المسألة كيف السبيل إلى الخشوع. المسألة أبسط من ذلك. المسألة مسألة حب. المسألة مسألة أن احنا نعمل الحاجة وإحنا بنحبها. لو إحنا حبينا الصلاة وعرفنا يعني إيه صلاة، يعني إيه معنى الصلاة، هي الصلة بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. الصلاة دي لقاء يجمع بين الله وبين هذا العبد. فلما نروح نقف كده أمام الله سبحانه وتعالى عشان نصلي، نستحضر أننا في حضرة الله سبحانه وتعالى. ومن منا لا يحب أن يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى. فلو إحنا واقفين واستحضرنا أننا في حضرة الله سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لأن نقف بين يديه حتى نناجيه ونقرأ من كتابه ونركع ونسجد ونقوم بهذه العبادات وندعو الله سبحانه وتعالى بأن ييسر لنا أمورنا، في الحقيقة احنا لما نقف عند هذه المعاني هنحب المسألة. استحضار عظمة الله. صحيح. فلو احنا حبينا كمان